السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني الكرام جميعا، أخوكم الدكتور محمد البعداني. تقبل الله طاعاتكم، تقبل الله صيامكم، كل عام وأنتم بخير، العيد عيد العافية والسلام تحية. اليوم حنتكلم على عدة نقاط أرى أنها نقاط مهمة في التوعية ومعلومات نحب أوصلها للناس. طبعا إخوانكم في مبادرة أنا طبيب أنا معك بيردوا على معظم الاستفسارات، لا تترددوا انكم تراسلونا باي وقت. مبادره اطباء اليمن في المهجر بامكانكم الارسال على بريد الصفحه او على ارقام الاطباء اللي نزلناها او على صفحه المبادره. نرجع ونقول ما فيش داعي للتنقل اثناء العيد، ما فيش داعي ننقل المرض الى القرى، نحاول نحافظ على مجتمعنا على اسرنا بعدم التنقل وعدم نقل المرض، لان المرض منتشر يعني في اليمن بشكل عام. تصلنا عديد الرسائل يوميا وعديد الاستشارات على المجموعات الطبية المختلفة وعلى المبادرات المختلفة، كلها تؤكد انتشار المرض بشكل كبير جدا. نرجع ونقول في حال ظهرت أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا أو أعراض في الالتهاب في الجهاز التنفسي، أعراض صداع، أعراض خمول أو وهن في العضلات مع ألم في المفاصل، كل هذه الأعراض مع ارتفاع درجة الحرارة، فقد لحاسة التذوق والشم، اعزل نفسك مباشرة في البيت وبإمكانك التواصل معنا بأي وقت. اعزل نفسك في البيت وقوي مناعتك. العزل المنزلي مهم جدا عشان ما ينتقلش المرض أكثر وأكثر. قلنا 80% من الحالات ما بتحتاج أي أدوية، فقط أدوية خافضة للحرارة زي البنادول الأزرق الصافي، الباراسيتامول، أو بعض الفيتامينات تعطى باستشارة طبية. ما فيش داعي إنك تروح تاخذ أدوية سواء مسيلات للدم أو إنك تاخذ مضادات حيوية بدون استشارة الطبيب. العزل المنزلي إنك تعزل نفسك في غرفة يكون معها تهوية جيدة، يفضل يكون معها دورة مياه خاصة فيها، أو إنه أثناء بعد استخدام دورة المياه يتم تعقيم دورة المياه باستخدام الكلور المخفف. الشخص اللي بيتعامل مع الشخص المعزول يجب انه يرتدي كمامه، الشخص المعزول اثناء الدخول والخروج عليه يكون مرتدي كمامه، نتعامل بانسانيه مع المريض او الشخص المشتبه باصابته، هو لم يرتكب جريمه وانما هو مصاب من ضمن اكثر من 5 مليون مصاب حول العالم. اثناء السعال في العزل او العطاس يفضل استخدام مناديل خاصه، المناديل الورقيه، والتخلص منها في كيس خاص، ويتم تعقيم الكيس قبل رميه في القمامه، لانه على اساس نقلل من كميه الرذاذ المتطاير والقطيرات التنفسيه المتطايره في الغرفه. نرجع ونقول أهمية العزل المنزلي مهمة جدا، تقوية المناعة والراحة التامة. بإمكانك تقوية المناعة بالراحة وشرب كميات كبيرة من المياه، مهم جدا لتعزيز المناعة، الأكل الصحي، الخضار، الفاكهة، الشربات الساخنة، كل هذه الأشياء من الأشياء اللي بتعزز المناعة وبتقوي جهازك المناعة. وما تخافش، الخوف بيقلل من قدرة جهاز المناعة. بإمكانك استشارة الأطباء في أي وقت، الأرقام منتشرة وفي قوائم أخرى بنضيفها بالأيام القادمة، وإحنا عموما بنتعامل مع كل الحالات السهلة بتعامل مباشر من قبل الأطباء، والحالات اللي بتحتاج نقل إلى أصحاب الاختصاص وهناك لجان علمية تعمل ليل نهار بيتم نقل الحالات. وما تخافش إنك تتواصل معنا في أي وقت ولا تتردد. نرجع ونقول العيد عيد العافية والسلام تحية وجلسوا في البيت. فيما يتعلق يعني أهمية عدم التنقل، لأنه قلنا المرض منتشر، ما في داعي إنك تروح تزور أمك أو أبوك وتكون سبب بنقل العدوى لهم. بالتالي البقاء في البيت في هذه المرحلة من الأمور الأساسية ومن الأمور الهامة. يمكنكم المعايدات التلفونية حتى تنتهي هذه الجائحة، وإمكانك زيارة كل أهلك وأحبابك عشان ما نخسرش ناس من أقاربنا، ما نخسر ناس من أحبائنا، نبقى ونلتزم بالتعليمات. انتشرت هذه الفترة بعض يعني حسب ما تردنا في الاستشارات الطبية التي تصل إلى عديد الزملاء، أنه الناس بتروح تأخذ بعض الأدوية كنوع من الوقاية والعلاج، وهذا الكلام غير صحيح. لا تأخذ الأدوية إلا بعد استشارة الأطباء. فيما يتعلق بالأسبرين، في ناس كثير بتروح تأخذه من الصيدليات باعتباره يعني مميع للدم، بيحمي المريض من أو الشخص اللي ممكن يتعرض للإصابة من الجلطات. انتشرت المعلومات الطبية حول فيروس كورونا أنه بيسبب جلطات، وهذا الكلام صحيح، لكن الأسبرين ليس المسيل المناسب في حالات الاشتباه بفيروس كورونا. هناك مسيلات أخرى وأنواع أخرى تستخدم في حالة الإصابة بفيروس كورونا لا سمح الله. الأسبرين ما يعني لا يستخدم في العالم كله كنوع من المسيلات أثناء الإصابة بفيروس كورونا لعدة أسباب، من ضمنها أنه بيعمل تضيق في الشعب الهوائية. الدراسة العلمية والعالم كله ما بيستخدمش الأسبرين في حالة فيروس كورونا، هناك مسيلات أخرى، فبالتالي ما فيش داعي أنك تروح تشتري من الصيدلية وتستخدمه، ممكن يأثر عليك لأنه ممكن يكون استخدام خاطئ للدواء، ممكن تكون أنت من الناس اللي ممكن يتعرضوا للمضاعفات بسبب استخدام الأسبرين. الناس اللي بيستخدموا
الأسبرين نتيجة أمراض سابقة وتحت إشراف دوائي، ما فيش داعي حاليا أنكم تغيروا أي نوع من أنواع الأدوية إلا بعد استشارة الطبيب. في حال لا سمح الله ظهرت أعراض تشبه أعراض الإصابة بالفيروس، أنت تتواصل مع طبيبك وهو الشخص الوحيد المخول بأنه يقول لك تستمر على الدواء أو يغير الدواء، لأنه الأدوية المسيلة للدم بتعطى بعد عمل فحوصات معينة، فحوصات للتخثر، وقت التخثر الجزئي، وقت النزيف. هذه الفحوصات الأطباء على ضوئها بيعتمدوا المسيل ونوع المسيل وحسب الاختلاطات الطبية اللي عند المريض أو الأمراض الجهازية. لذلك ما فيش داعي أنكم تروحوا تسحبوا الأسبرين من الصيدليات، وفي ناس آخرين بحاجة للأسبرين لديهم أمراض أخرى هم بحاجة للأسبرين، والأسبرين جزء من علاجهم. أيضا الأسبرين لا يعطى للأطفال لأنه يسبب ما يسمى بمتلازمة رياس، ولا يعطى للأطفال تحت سن 12 سنة، لذلك ما فيش داعي استخدامه لا للأطفال ولا للكبار بدون معرفة الطبيب، وما يعطاش في حالات فيروس كورونا. الأدوية الأخرى أيضا المضادات الحيوية، يجب أن لا يتم استخدام أي نوع من أنواع المضادات الحيوية إلا بإشراف طبيب. انتشرت الأدوية لأنه بحكم المعلومات المتوافرة حول المرض وناس كثير بينشروها، لكن هذه المعلومات للتبادل الطبي، وما فيش داعي انك تاخذ الادويه بدون اشراف طبيب، وما فيش داعي انك تخاف وتروح تخزن الادويه وبالتالي تفقد ناس محتاجين لهذه الادويه من وجود الادويه. ما يتعلق بالادويه حتى المضادات الحيويه بيتم صرفها عن طريق الطبيب، احنا قلنا المبادرات موجوده وعديد الاطباء بيقدموا المعلومات والاستشارات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه، صفحه الاطباء اليمنيين في المهجر، بإمكانكم مراسلة بريد الصفحة أو صفحة أنا طبيب أنا معك، ولن يتردد الأطباء في خدمتكم وتقديم المشورة باستمرار، ورغم الضغط الكبير الذي بيصل إلى الأطباء أو يعني عديد الحالات اللي إحنا بنستقبلها ونحيلها على الأطباء، بيردوا وهم متعاونين جدا وبيبذلوا كل جهودهم لتخفيف الضغط على الأطباء في الداخل وعلى المستشفيات في تقديم الاستشارة والمشورة. هناك نسبة كبيرة من الحالات فقط تحتاج إلى التطمين ورفع الروح المعنوية، لذلك ما فيش داعي إنك تخاف، ما فيش داعي إنك ترتعب من المرض، النسبة كبيرة جدا من الناس ما بتتأثرش بالمرض، ما فيش داعي نقل الشائعات الكاذبة، ما فيش حاجة اسمها إبرة الرحمة أو إن المريض بيموت. الناس اللي بتموت في مستشفيات العزل أو مستشفيات الحجر المعمولة نتيجة نقص كبير جدا في الإمكانيات وضغط كثير جدا من المرضى، فلذلك إحنا أطلقنا المبادرات على أساس نساعد الأطباء في الداخل ونخفف الضغط عليهم. هناك أطباء من الداخل بيردوا عليكم أو من خارج اليمن ومن كبار الأطباء اليمنيين والاستشاريين اليمنيين. نرجع ونقول ايضا بالنسبه لدواء الملاريا الهيدروكسيكلوروكوين، هذا الدواء ما بيعطى الا بوصفه طبيه وبعد مراجعه الطبيب، لان هذا الدواء له تاثيرات سلبيه على امراض القلب، لا يعطى ايضا للحوامل، هناك يعني ليميتيشن محدد للاستخدام بيتم عمله من الاطباء ويعطى على ضوء يعني على ضوء استشاره الطبيب. طبعا هو من الادويه اللي بتساعد في المراحل الاولى من يعني في علاج اختلاطات فيروس كورونا، لكنه مش دواء للفيروس حتى تكونوا بالصوره. كل الادويه الموجوده هي بتعالج جزئيات معينه ولا تعالج الفيروس نفسه، لذلك لا يجب استخدام اي دواء الا بعد استشاره الطبيب. يعني يا الاخوه الصيادله ارجوكم غايه الرجاء ما فيش داعي تبيعوا الادويه للمرضى باعتبارها يعني بتعالج المرض، لانه كما يعلم الجميع مش كل اللي شغالين في الصيدليات في اليمن هم من اصحاب الاختصاص في الصيدله، هناك اصحاب الدبلومات وهناك ناس بيشتغلوا بالخبره، لكن ايا يكن ما فيش داعي لصرف الاسبرين، ما فيش داعي لصرف الادويه الا باستشاره الطبيب. كثير من الحالات ما بتوصلش لمرحله الاسبرين او عفوا لمرحله استخدام ادويه مميعه للدم، ولا بتحتاج ادويه الا في بعض الحالات في حدود معينه يرى الطبيب ان المريض بحاجه الى اعطاء الادويه بعد دخول المريض في مضاعفات من ضمنها ضيق التنفس. كثير من الحالات استجابت فقط بالعزل المنزلي وتقويه المناعه وبعض الفيتامينات، حتى الفيتامينات لا تعطى الا باشراف طبي، بامكانك استشاره الاطباء، ونحن يعني والاطباء ايضا بيقدموا جهود كبيره جدا. انا بحكم اطلاعي يعني وعملي مع الاطباء في المبادرات اشوف كميات كبيره من الاستفسارات وبيردوا عليها رغم وقتهم ورغم انشغالاتهم، خاصه الاطباء اللي موجودين في الخارج. عموما ايا يكن سيكون من دواعي سرور اطباء اليمن في المهجر، اطباء اليمن خارج اليمن، الاطباء في الداخل انهم يقدموا الاستشاره والنصيحه، لا تترددوا بطلب الاستشاره والنصيحه نهائيا من اخوانكم وابنائكم الاطباء. نرجع ونقول ما فيش داعي للتنقل، ما فيش داعي ننقل المرض الى القرى، ما فيش داعي تكون سبب اذيه امك او ابوك. في حال ظهرت اعراض اعزل نفسك فقط وتواصل معنا، وما يحتاجش انك تخاف من المرض نهائيا، قوي مناعتك بالاكل الصحي بشرب كميات كبيره من المياه. اتمنى على السلطه اتخذ قرارات حقيقيه قبل العيد، منع التنقل، منع الاسواق، منع الصلاه في المساجد، منع الازدحامات. الدول تغلبت على الفيروس يعني بالالتزام بالتعليمات، التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامات والنظافة الشخصية. الكمامات ما فيش داعي انك تروح تشتري كمامات يعني من السوق، بإمكانك صنعها في البيت. في ناس بيشتكوا من أسعار الكمامات،
استخدم الكمامة المنزلية، اصنعها أنت في البيت. النظافة الشخصية مهمة جدا، غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون من الأمور الإيجابية، والتباعد الاجتماعي. أتمنى لكم السلامة والعافية، عيد مبارك مقدما لكم جميعا، والعيد عيد العافية، والسلام تحية.